السلام عليكم. هذه المعزله هذه داروها المتبعين اللي كيتبعوهم اللي حتى خلاهم تعرو الى الدرجه اللي حتى ولينا كنشوفوا الهضره الخايبه، ولينا كنشوفوا شي حاجه اللي غيعطيوها لينا فيها استفاده ما كتبانش لينا، ولينا كنشوفوا غير الفضيح والهضره الخايبه. واكبر غير نشوفوا اكبر قادير ودايرين لايف وهما يا معاهم. ما فهمتش انا يا السيده هذه اللي تدعى كروفيطا جايبه دراري وليداتها صغار قصرين، قالت لك هي معروضه غير عشاء عمل ديال اش عشاء عمل الله اعلم، لان احنا كنشوفوا المخدرات كاين الكوكايين كاين الشراب كاين هذا. عندها وليدات صغار واحد 5 سنين واحد 10 سنين 8 سنين، راه هذا بزاف لانهما يا كاملين مجموعين معروف اشنو غادي يطرى من ورا الشراب. وهذا الشيء راه خاص تدخل في الجمعيات ديال الدراري الصغار والجمعيات ديال هاد السوشيال ديالي ولا مستقبل هضره خايبه. الحياه علاش مشى؟ حقاش ما كيلقاوش الناس كيدخلوا، كيلقاو الناس غير اللي كيزيدوا كيشجعوهم واللي كيزيدوا كيصفقوا ليهم. لان هي يا اولا هي في اللايفات ديالها كدير لايفات جريئين وكدير لايفات بعض المرات السر ديالها كيبان، بعض المرات كتكون شاربه كتكون سكرانه كلهم كيهضروا بهضره خايبه. هذا ماشي استفاده ما غاديش. انا بعدا كنعرف انايا يوتيوبرز كيكونوا كيديروا شي حاجه اللي كيعطيو فيها شي فائده شي حاجه اللي غادي نستافدوا منها ولا غيستافدوا منها الشباب. دابا الشباب ولا كيجيهم داك الشيء عادي، هما اللي كيكثروا كاع الناس اللي كيخسروا هما اللي كيصنعوهم بالعربيه تعرفت. حقاش هذوك اللي كيتفرجوا فيهم وكيشجعوا ليهم وكيعلقوا ليهم هما راه منهم نيت، هما متبعين ديالهم كيشوفوا عزيز عليهم العرب عزيز عليهم فضيحه وعزيز عليهم واحد غادي يدير لايف وهو عريان من الفوق ولا من التحت. هادشي اللي كيتبعوا الناس ما كيشوفوش شنو طاريه شنو كيصنعوا شنو شي حاجه غتخترق تصنع علينا غادي نشوفوا نستافدوا منها. الناس ولاو باغين العراق وباغين الهضره الخايبه وباغين بزاف ديال الحوايج اللي خايبين. هادشي علاش حتى وحده في سميتو كدير هاد روتي اليومي قالت اليوم قالت لهم انايا ما عنديش مشاهده بزاف كطلع ليا 10000 ما مقنعهاش في المشاهده في النار. هي باغا قالت لك تبين صدرها لان قالت لك هادشي ما واكلش لا باغا تزيد هي كتدخل فلوس وباغا تدخل فلوس اكثر لان من هنا كتعرف التفاهات هي اللي كيصنعوا الناس. خويا الفلوس ما عمر الفلوس كتعمي دوك اللي ما عمرهم ما شافوا الخير، لان الحمد لله بنادم كيعيش خدام حتى لا دار شي حاجه زوينه وكيدخل بها الفلوس، ماشي هي غادي نخرج انايا بهضره خايبه وغادي نخرج بالعراق وغادي نخرج. لا هذا غلط، هذا هما يا قاش لاحظتي شكون هما هادو بالاصابع اللي معروفين ومشهورين هما التافهين هما اللي كيديروا المحتوى خامج المحتوى خالص حاشاك وخايب وعزكم الله، لان كيديروا شي حاجه اللي لا مستوى، ماشي كيديروا شي حاجه اللي فيها مستويات شي حاجه اللي لا مستوى. فاش دابا كتطلع في اللايف وكتسمع الهضره الخايبه اشنو هاد الناس هاد الدراري اللي غادي يتفرجوا فيهم لا صغار لا كبارين متابعين ديالهم اللي كيقولوا لك لي فانز ديالنا اشنو استفدوا منهم؟ كثروا غير الشواذ بهم هما يكثروا، لان فاش ولا الشكوحه والدرهم وجوج دراهم ويايا وكلهم عريانين ومدورين وحده كيجرى واحد كيدور هذوك كلهم شواذ كنحسبهم انا ما كنحسبهمش رجال بعضياتهم. ما بقاوش باغيين فلوس سهله، لان الا طلعتي وعريتي ولا هضرتي بالهضره خايبه غادي تعود عندك مشاهده بزاف. انا كنقول خاص القانون يتدخل لان هادشي زاد على حده بزاف والهضره خايبه ولات مباحه عادي، والشراب ولاو كيطلعوا في اللايف كيشربوا وكيهضروا بالهضره قبيحه، وفاش ولاو جالسين مقصرين ومعاه ولاد صغار وكيقول لك هو يا حقا بغينا نشوفوا شكون اللي عنده قادم كبير هذا راه زاد على حده بزاف. هاد المهزلة انايا كنقول خاص يدخلوا الجمعيات ديال رفق بالاطفال اللي يشوفوا الدراري الصغار علاش كانوا تما شنو طرا ليهم، لان ما عرفت انايا الام مكاويه وكلشي سكران وكاينين جوج اطفال ابرياء وخاص المخزن يتدخل وخاص الجمعيات يتدخلوا وخاص توقف هاد المهزلة هادي، لان ولينا كنشوفوا هادوك المشاهير اللي كيقولوا عليهم المشاهير هما اللي ولينا كنشوفوهم بواحد بواحد كيديروا المصايب وكيديروا لينا شي حوايج اللي ما خاصهاش تكون. فادوها حتى شي حاجه فادوها غير كيتزادوا لينا الشواذ وكيتزادوا لينا العرا وكل وحده كتبين المؤهلات ديالها لان ما بقاش يتدخل فيهم.
وما لقاوش الناس اللي غادي يهضروا في هذا الشيء، راه ولا كلشي غادي، كلشي غادي كيخسر. ولو دراري كيبانوا في شوش ميديا دراري صغار 16 عام كي مبنتين ولا كيجي هذا الشيء عادي، ما بقاش بنادم كيراعي، ما بقاش بنادم كيحشم، حتى الا بنادم فيه شي حاجه يستر راسو، لان راه ما كاين حتى شي واحد اللي خطاته الاولى غير همايا زادوا حدو بزاف، لان الخير فيهم ما عنده حتى شهاده حتى ديبلوم حتى شي قرايه قراها اللي غادي نقولوا غادي يكون مؤثر. هما خداو ديك المؤثر من اللور ديال المؤثرين التافهين، هما المؤثر انا كنعرفو اللي كيكون قاري كيكون عنده شي ديبلوم شي حاجه دارها شي صنعه اللي كيعطيها كيستافدوا منه الناس، هما هما كيجوني ماشي مؤثرين. والخير فيهم ما عندوش حتى شهاده وقيلة ديال ابتدائيه ولا الخير فيهم ما وصلش وقيلة حتى الكاطريه، لان كون كانوا واعيين وقارين ما غاديش يعطيو هاد التفاهات. مشهورين عند راسهم همايا، بالنسبه ليا انايا ما عدتش انا مشهورين، ماشي مشهورين هي كيتخلصوا، انا عندي المشهور هو اللي كيدير شي حاجه اللي في المحتوى شي حاجه اللي كيوصلها للناس باش كيعرفوا اشنو هويا الافاده. همايا انا كيجيوني تافهين، ودوك اللي كيتبعوهم حتى هما ما عندهم حتى شي قيمه، لان باش بنادم غادي يوصل لدرجه يسمع الهضره خايبه عاديه وغادي يسمع الهضره من التحت حقاش همايا هادشي اللي دسرهم بزاف، اللي دسرهم حقاش الفيديوهات ديالهم كيتشافوا بالالاف وكيتبارطاجاو وكيداروا لحد الشهره اللي ما كتصورش، اللي كيشدوا الفلوس هما اللي خلاتهم يتصروا ولا ولاو كيشربوا كيديروا الغبره بالعلالي وكيديروا فنتي. الناس اللي كانوا كيديروا هادشي كيديروا بالستره هما ولاو كيبيعوا كيبوحوا به. حسبي الله ونعم الوكيل، وسخوا لينا ولينا حنايا اللي عندنا ما نبينوا الناس وعندنا ما نعلموا الناس وعندنا بزاف ديال الحوايج كيستافدوا منا الناس، ما بقيناش كنبقاو ندخلوا لهادشي. اللي علاش انا ما كنبغيش انا ندير لايفات لا في الانستغرام في هذا، عندي الناس متابعين ولكن وليت كنحشم لدرجه كيقولوا لي فين غبرتي علينا اللي كنشوفوا حنايا هذا الوسخ هذا اللي ولا كيطلع بزاف. ما بقيتش انايا وليت كنحشم لينا انايا واحد الانسان من نهار عقلت على راسي كنخدم كنبين محتويات زوينين، ولكن الناس عزيز عليهم التفاهات الله يهديهم. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.